السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الجمعة السابع من صفر لعام 1439 للهجرة، الموافق 27 من أكتوبر لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. نظمت اللجنة الثقافية بأمانة حزب النور بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية لقاء تثقيفيا لشباب الحزب ضمن خطة تأهيل الشباب ورفع مستوياتهم الفكرية والسياسية. هنأ حزب النور بمحافظة كفر الشيخ الدكتور محمد منصور والي أمين الحزب بالمركز لحصوله على جائزة الصيدلي المثالي في الاحتفالية التي نظمتها نقابة الصيادلة بمحافظة كفر الشيخ. نظمت لجنة التدريب والتثقيف لحزب النور بمحافظة الغربية دورة تثقيفية للأعضاء عن فن القيادة تحت عنوان التعامل مع المخالف بحضور محمد عياد وكيل الحزب بكفر الشيخ. نظمت أمانة حزب النور بمحافظة كفر الشيخ محاضرة عن التسويق السياسي للحدث بمقر أمانة الحزب، حاضر فيها إبراهيم أبو شنب. قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم إن تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عن احتفال بريطانيا بالذكرى المئوية لصدور وعد بيلفور ينم عن جهل بحقائق التاريخ ووقاحة سياسية وإصرار على تأييد الجريمة التي وقعت بحق شعبنا الفلسطيني. في ضربة موجعة للكيان الصهيوني، حذر مسؤول أممي 130 شركة صهيونية و60 شركة دولية من إمكانية إدراجها على القائمة السوداء لنشاطها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وانتهاكها القانون الدولي. أفاد تقرير للأمم المتحدة أمس الخميس بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد مسؤول عن هجوم قاتل بغاز السارين في أبريل. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس مقتل العريف سعيد مطر علي الكعبي في منطقة نجران. قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إنه في إطار الجهود التي تبذلها دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فقد أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب برئاسة وزارة الخارجية بدولة الكويت والتي تضم في عضويتها الجهات الحكومية ذات العلاقة قرارا بإدراج كيانين وإحدى عشر شخصا قادة وممولين وداعمين لتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن على القائمة المحلية. وقعت وزارة المعادن السودانية وشركة ميرو جولد الروسية على عقد اتفاقية امتياز لاستخراج معدن الذهب ومعادن أخرى بولاية البحر الأحمر السودانية الواقعة في أقصى شمال شرق السودان. أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن إيران تستخدم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أدوات لمحاولة زعزعة أمن واستقرار دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية، وأضاف أن إيران تسعى لإنشاء حزب الله جديد على حدود المملكة بدعمها لميليشيا الحوثي. تواصل ميليشيا الحوثي سياستها المدمرة للتعليم اليمني، فلم تكتفي بتدمير البنية التحتية للمدارس وإلحاق الطلاب بجبهات القتال وتشويه المناهج، بل نهبت رواتب المعلمين وأقالت أكثر من 600 منهم. رفض رئيس المجلس الروهينجي الأوروبي هالا كياو فكرة توطين لاجئي أراكان في بنغلاديش مطالبا بعودة آمنة لهم إلى أراضيهم غربي ميانمار. قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن 12 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة قتلوا صباح اليوم في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن بالكيلو 175 بطريق الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى استمرار عمليات تمشيط بمحيط المنطقة لضبط كافة العناصر الإرهابية. قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة إنه استمرارا للجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت قوات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود من ضبط مركب صيد بداخلها عدد 280 ألف قرص مخدر وضبط عربة نقل محملة بعدد 2500 قاروسة سجائر مسرطنة، وأضاف أنه تم ضبط عدد 43 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات هجرة غير شرعية. وجهت الأجهزة الرقابية ضربة جديدة لمافيا الاستيلاء على أموال الدعم بضبط مسؤول عن مخبز في القليوبية استولى على 4 ملايين جنيه من أموال الدعم.
قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إنه تم الحصر الشامل للأسر المتضررة من حادث حريق مصنع البويات بحي العجمي، موضحا أنه وفقا للحصر النهائي تبين تضرر 17 أسرة من ساكني العقارات المجاورة للمصنع بواقع 59 فردا. وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء الأسر المتضررة وتم تسكينهم مؤقتا في مدرسة أمير الشعراء الابتدائية الرسمية. كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة بشأن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 22 من الشهر الجاري بلغت 1,782,216 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 79,196 فدانة وجاري الحصر من قبل لجان الحفاظ على الرقعة الزراعية. اعترضت نقابة المهن التعليمية على تكرار اعتداءات رجال الشرطة على المدارس، مشيرة إلى أنه لم يمر أسبوع واحد على اقتحام ضابط شرطة المدرسة التجريبية الرسمية للغات بمطاي التابعة لمحافظة المنيا وتعديه على معلميها وإثارة الذعر بين الطلاب، حتى يقفز أمين شرطة من أعلى سور مدرسة طحبوش بمركز ناصر ببني سويف ليقضي نجلته بالقوة لخلاف مع زوجته والذي قرر على إثره حرمانها من ابنتها. استهدف ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات بنطاق قطاع أمن الجيزة ومديريتي أمن الغربية والمنيا عددا من محال بيع خطوط وهواتف محمولة، وأسفرت الحملة عن ضبط 4349 خط فودافون وأورنج واتصالات مسجلة ببيانات وهمية تمهيدا لبيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجاري العرض على النيابة العامة. تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا حول آخر المستجدات في مجال مشروع تنمية شمال سيناء، جاء فيه بأنه تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بنسبة 100%. أعلن المجلس الأعلى للجامعات أمس الخميس في جلسته الدورية بمقر جامعة القاهرة قواعد وشروط التعليم المهني بنظام التعلم المدمج الإلكتروني. توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدا السبت ليسود طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره إن شاء الله تعالى. صدر اليوم العدد 37% من مجلة النبع الصافي الإلكترونية، ويمكن تحميل نسخة PDF أو EXE أو Word من صفحة المجلة على الموقع. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.